ومعنا عبر الهاتف من لندن الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية السيد قصي المعتصم. أستاذ قصي، بداية مرحبا بك. لماذا تضطر الميليشيا في تخزين أسلحتها، منها الأسلحة الثقيلة، داخل الأحياء السكنية التي أدى انفجار بعض منها إلى يعني قتل عدد من المدنيين؟ أستاذ قصي، هل تسمعني؟ أستاذ قصي، مرحبا بك. نعم، مرحبا بك أستاذ قصي. يعني سألتك، الميليشيات تضطر في إلى تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ما يؤدي إلى انفجار هذه الأسلحة والعتاد وبالتالي قتل المدنيين، لماذا من وجهة نظرك؟ أعتقد أن الأساس الذي أسست عليه هذه الميليشيات معروف للجميع. هذه الميليشيات هي ذراع إيران في العراق، والجهة التي تحمي هذه الحكومة المدعومة من إيران والتي تساند إيران في كل توجهاتها. وبالتالي هذه الميليشيات التي أصبحت سيف على رقاب العراقيين هي التي تحمي النظام السياسي في العراق، وبالتالي ليس للحكومة سيطرة عليها، بل بالعكس هي تستعين بها لكي تحمي هذه الحكومة. وبالتالي أنت الآن لاحظ أن هذا ليس التفجير الأول، هذا التفجير اللي حصل قبله في مدينة الثورة أيضا. يعني لا يجوز لميليشيات في بلد يدعي الديمقراطية ويدعي الحرية ويدعي استقلال وتكون لديه عصابات، هناك حكومة، هناك حكومة، يعني من المفترض أن لا تسمح بهذا التخزين داخل الأحياء السكنية. أخي العزيز، هذه الأسلحة لا تعلم بها الحكومة، كل الميليشيات لديها مخازن أسلحة في كل العراق، هذه جاهزة عندما تأتيها أوامر من إيران أن تتحرك، سواء على المواطن العراقي أو على الحكومة أو على أي جهة أخرى. هذه الميليشيات التي سابقا تكلمنا مع قادتها وكان هناك نقاش مع الكثيرين منهم حول جدوى وجودها، لأنه هذه الميليشيات هدفها محدد ومعلوم، وهو قتل أكبر عدد من العراقيين وتنفيذ أجندات إيرانية داخل العراق. وبالتالي الحكومة العراقية غير قادرة على السيطرة عليها، وبدليل أن هنا أنه حتى رئيس الوزراء عندما صرح سابقا أنه لن يسمح لهذه العصابات أن تسيطر على الدولة، ولكن نرى في وقت لاحق تحالف معها وصدر قانون باعتبارهم جزء من القوات المسلحة وهي ليست كذلك. أستاذ قصي المعتصم، بعد كل انفجار لمخازن أسلحة الميليشيا كما حدث سابقا في مدينة الصدر، اليوم في كربلاء وقبلها في بابل، يعني دائما ما تعلن الحكومة نيتها التحقيق، لكن الرأي العام لا يطلع على نتائج هذه التحقيقات، لماذا تخفي الحكومة من وجهة نظرك هذه النتائج؟ عندما تدعي الحكومة أن هذه ميليشيات تحت سيطرتها، هذا يعني أن مخازن العتاد وتجهيز المقاتلين هؤلاء من قبل الدولة وبإشرافها، ولكن حقيقة الأمر أن الدولة هي عاجزة أصلا عن السيطرة على هذه الميليشيات، حتى أن رئيس الوزراء لا يعرف عدد الميليشيات كم في العراق، ويقدرها بمئة ميليشيا خارج نطاق السلطة عدا الذين لديهم أسماء معروفة وتعمل على الساحة العراقية. اليوم أصبح العراق مجاميع من العصابات كلها تحت يافطة الميليشيات، والتزوير اللي حصل في الانتخابات بحيث سمحوا لهم أن يسيطروا حتى على البرلمان مستقبلا ويكونوا هم الدولة والدولة تابعة لهم. هذا الأمر يعني لا يمكن السكوت عنه، وللأسف نرى الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة لا يتحدثون عما يحصل في العراق في كل يوم. كل يوم يقتل المئات، سواء خطف أو قتل أو اغتيالات عدا الأحوات. يعني مع هذه التفجيرات ومع هذه العمليات القتل والتي تحصل بين الحين والآخر، هناك تعهدات دائما للعبادي يكررها في كل مناسبة عن سحب السلاح من الميليشيات وحصره بيد القوات النظامية، ولكن لا شيء من هذا القبيل. للأسف يعني الكثير كان يتوقع أنه مجيء العبادي في 2014 سيغير شيء في سياسة العراق، ولكن للأسف لم يحقق هذا الرجل أي شيء، بل أثبت أنه فاشل كغيره من هو قبله، وبالتالي لم يحقق لا للنازحين ولا للجياع الآن اللي هم في تظاهرات في كل العراق.
القضية بمختصر المفيد، هؤلاء الناس تحت وصاية إيران ولا يستطيع أي منهم أن يتحرك، حتى أموال العراق لا يستطيعون أن يتصرفوا بها لخدمة المواطن العراقي، وبالتالي هذه الميليشيات هي الذراع لإيران وهي امتداد للحرس الثوري الإيراني، ولذلك نرى قاسم سليماني بين فترة وأخرى يطلع على أمورها واحتياجاتها وغيرها. إضافة لأنه هناك فقرة أخرى، يعني هذه الأسلحة التي تخزن هي كلها من أسلحة الجيش التي سرقت من أراضي الأرض المعركة أكثرها، لكون هؤلاء عندما كانوا يقاتلون ويدعون أنهم يقاتلون الإرهاب أو غيرها، وكنت في عدة قنوات ناقشت زعماءهم وقلت أتحداهم إن كانوا دخلوا معركة واحدة ضد داعش في خلال 3 سنوات، بل كان دورهم الأساسي هو تدمير المدن السنية واعتقال المدنيين والاغتيالات وغيرها، هذا كان دورهم، الدور الإجرامي القذر الذي قامت به منذ تأسيسها عام 2004 و2005 وإلى يومنا هذا. شكرا لك أستاذ قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية.